السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل الآن حادث حريق هائل داخل مخازن للأجهزة المنزلية في مجمع حيدر في منطقة عدن بمحافظة النجف في الأشراف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا هنتابع مع بعض أحداث الخبر، بس فضلا من حضراتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا اندلع حريق هائل داخل مخازن للأجهزة المنزلية في مجمع حيدر الوائلي في منطقة عدن بمحافظة النجف الأشراف. ربنا يسترها على كل إخواتنا وكل أهلينا اللي هناك في المنطقة. طبعا زي ما شايفين النيران شديدة جدا، ربنا يسترها عليهم يا رب. ده كان الخبر بتاعي، فضلا من حضراتكم لو وصلتوا معايا لحد هنا ادعوا لاخواتنا في محافظة النجف ان ربنا يحميهم، وفضلا من حضراتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اترككم في رعاية الله وامانه لحد ما اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.